اي يصيرش يصير اي فهمتك طيب طيب سيد تعبي انت ما شاء الله خلاص طيب ما قوله وين وصلنا نحن بالتكرار في اي حزب تلك الرسل نعم تفضل لا املك لي لا لا تكرار توا تكرار اي حاضر اي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ما عادش عندنا برشا وقت اي نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا كسمون نتاعك شكرا بارك الله فيك جزاك الله كل خير أي سيدي اسمون لي بعد تفضل إيه نعم السلام سيدي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك لم يتسنه وشرابك لم يتسنه
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام شكرا بارك الله فيك هذاك الصمم بتاعك شكرا لك تفضل سيدي. وعليكم السلام تفضل الله قول معروف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا كسم نتاعك تفضل شكرا لك بارك الله فيك. نعم السلام ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه ورحمة وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم لا أنت تحرك في العين قل فنعم باقي فيها الحركة إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي تمرنوا عليها فنعم ما هي بالاختلاس جيب الوجه الثاني خلاص تمشي إن تبدوا الصدقات فنعم فنعم ما هي فنعم ما هي الاختلاس تعرف ما هو لو احنا تقولوا ف ني عي ما هذه حركات كامله نجيب حركه العين نختلسوها بدل ما نجيب حركه كامله نجيب الثلث نتاعها فقط فاقول ثاني الى حد هنا حركه تامه كامله في العين نختلس قول ثاني عين ما نقولش ثاني عين ثاني عي اخذت حركه كامله نأتي بثلثيها فنعم ماهي وإن تخفوها أو تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير كيف؟ ليس هذا كرس النص بارك الله فيك شكرا لك تفضل أحسنت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء زيد وما تنفقوا لا حل شوي وما أنا مخرج الفاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم زيد وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تمام
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بس. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي كما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لا يتخبط مش سوء كانك طال نقص في تفخيمه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس أيوة ذلك بأنهم قالوا إن إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا رأت فخمهم شوي وحرم الربا أيوة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله تمام. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتح الله لك شكرا جزاك الله كل خير أحسنت. مرحبا سيدي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق
فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولا وليتق الله وليتق الله ولا وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فخم شوي الخاء. ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق ضعيف سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. نعم. واستشهدوا شهيدين من رجال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذاك الثمن نتاعك. شكرا لك. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. احسنت. اي نعم. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا سيدي. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم لا نزيد شوي في النوم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الأمانة لا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته أمانته وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله يحاسبكم به الله والله فيغفر لمن يشاء والله ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء الباء يدغمها في الميم ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها مدهلها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كافي، بارك الله فيك، شكرا لك سيدي اللي وراك. أي سيدي تفضل بحذايا. شكرا. أي سيدي مرحبا. من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صحيح. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا كالحزب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا، ننفع بكم إن شاء الله.